إلى الحديث إذن مشاهدين عن تأثير تخفيض إنتاج النفط على الموازنة وسعر صرف الدينار أمام الدولار والانهيار الاقتصادي في العراق، معنا من برلين الخبير الاقتصادي والباحث في مجال الطاقة دريد عبد الله. مرحبا بكم. إذن إلى أي مدى ستؤثر دعوة أوبك للعراق بتخفيض إنتاجه من النفط في موازنة البلاد التي ستؤثر في موازنة البلاد التي ستمرر لسنوات ثلاث؟ نعم، تحياتي للمشاهدين الكرام. بالنسبة للأوبك بلس وقرارها الأخير بتخفيض الإنتاج بنسبة حوالي 5% للعراق، أعتقد راح يتم تطبيقها من بداية الشهر الخامس إلى نهاية السنة. معناها أنه إحنا ستقل نسبة إنتاجنا للنفط بنسبة 5% على مدى 7 أشهر القادمة، بمعنى أنه العراق سيخسر ظنيا حوالي 3.3 مليار خلال هذه 7 أشهر، لكن على أمل أنه ارتفاع أسعار النفط، وهو فعلا يعني خلال الأسبوع السابق ارتفعت أسعار النفط بنسبة 13%، أعتقد أنه خلال هذه الفترة راح يشهد يعني أسعار النفط، وهذا الشيء طبيعي، تذبذب بصعود وانخفاض، هذا راح يأثر بالتأكيد على موازنة العراق. العراق تحتاج إلى إنتاج أكثر مع زيادة أسعار النفط بشكل يعني ما يقل عن 20% حتى على الأقل تسد التكاليف التشغيلية للحكومة، لكن هذا على المدى المتوسط والطويل أعتقد أنه راح يشوب شوائب. طيب، ما البدائل إذن لسد هذا العجز الواضح في موازنة عام 2023 وسط انتقادات موجهة لوزارة النفط لتخفيض الإنتاج لهذا المستوى يوميا، يعني تقريبا لربع يوميا؟ كثيرا، لكن احنا نحتاج، العراق يحتاج فعلا كوزارة نفط وكحكومة الى زيادة اسعار النفط والنفط المكرر للمواطنين بنسبة ما تقل عن 50 إلى 70%، مع تقليل الضائعات، مع العلم تطور انه خسائر العراق من تهريب وسرقة النفط والمنتجات النفطية قد تصل سنة 2023 ما بين 1 إلى 1.5% من إنتاجه، أي بمعنى أنه بين 12 إلى 20 مليون برميل. هذا رقم كبير راح يثقل كاهل العراق في الحاضر وفي المستقبل القريب. وإهدار إحراق الغاز أيضا، حرق الغاز نسبيا يحتاج لاستثمارات كبيرة، خصوصا الغاز المصاحب اللي هو 75% من الغاز العراقي، يحتاج لاستثمارات كبيرة ومدى متوسط إلى طويل من بناء بنى تحتية له. أعتقد أنه وزارة النفط حتوصل إلى سنة 2025-26 إلى استثمار حوالي 75% من هذا الغاز المصاحب، لكنه العراق كما قلت سابقا انه هو ليس بلد غازي، هو بلد نفطي نعم، لكنه ليس بلد غازي، بمعنى انه اي تطوير في منظومات الكهربائيه لازم يصاحب استيراد للغاز بلا شك من دول الجوار. طيب، على المستوى الاقتصادي كيف ينعكس إذن هذا القرار على اسواق البلاد والتضخم الحاصل سابقا من جراء خفض سعر صرف الدينار امام الدولار، ربما سيظهر أثر ذلك في الأشهر المقبلة؟ ربما هو الأثر الآن موجود. أنت دعم العملة العراقية إلى قيمة لا يمكن للحكومة ولا الاقتصاد العراقي تحمله، أعتقد راح تكلف الحكومة العراقية يعني أثمان باهظة. هاي الأثمان الباهظة راح تنعكس على طلبات للاستدانة من صندوق النقد الدولي ومن وكذلك من نادي باريس الدولي. هذا بالإضافة إلى أنه الحكومة من الآن هي بدأت تقلل المصاريف الاستثمارية اللي هي محددة في الميزانية ب 17% إلى أدنى مستوى حتى مع إقرار الموازنة العامة القريبة. نحتاج اليوم
فعلا الى يعني الى خطط، وهذه الخطط يعني حتى ندخل بال يعني حتى ندخل ونحل هذه المشاكل الى خطط طموحه وكذلك خطط ناجعه، لكن هذا الشيء يعني لحد الان لم نراه في عند الحكومه العراقيه. بالحديث عن الموازنه، يعني الا ينضوي تاخر اصدار موازنه البلاد للعام الثالث على التوالي على مخاطر كبيره في الاقتصاد العراقي، وكيف سيتجاوز العراق هذه الازمه الحاصله من جراء هذا التاخير في الموازنه؟ لو كنا إيجابيين بالطرح سنجد أن العراق هو دخل أصلا بهذه الأزمة، لا أعتقد أنه يقدر يخرج منها إلا مثل ما قلت بخطط طموحة وكذلك استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى، وهذا الشيء مثل ما قلت أيضا غير منظور لا للحكومة العراقية ولا لوزارة النفط. إحنا مشكلتنا أنه العراق راح يواصل السوق العراقيه والاقتصاد العراقي راح يواصل يعني نسب التضخم هذه السنه والسنه المقبله، بحيث يعني اعتقد انه فعلا راح تصير هاي مشكله عويصه للمواطن العراقي وكذلك للحكومه. اخيرا يعني بالعوده الى قرار تخفيض الانتاج النفطي، الا ترى انه متسرع على المستوى السياسي خصوصا مع الحرب الاوكرانيه واستمرار هذه الحرب؟ الى اي مدى يجب الحفاظ على العراق بعيدا عن تجاذبات في ظل اقتصاد منهار اصلا؟ العراق بالوقت الحاضر ليس لاعب اساسي لا في الاقليم ولا في العالم. العراق اليوم خصوصا قرارات الاوبك بلس السيطرة عليها اكثر من فقط 3 دول، وهذه الدول هي معروفه، هذه الدول هي اللي عندها أماكن الضغط الحقيقية اقتصاديا وسياسيا على بقية الدول ومن ضمنها العراق. العراق مثل ما قلت يحتاج يفعل الآليات السياسية حتى يقدر أنه يبدأ بلعب دور أساسي في المنظمات الإقليمية والدولية، على الأقل النفطية منها كأوبك. إذن دريد عبد الله من برلين، الخبير الاقتصادي والباحث في مجال الطاقة، شكرا جزيلا لك.